حياكم الله، حلقة جديدة من برنامج نفس عميق. أهلا ومرحبا بكم. أبو المثل يقول إذا ردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم. إحنا راح نكون أفضل من أبو المثل ونحاسب صاحبنا كل سنة وكل يوم، لأنه بدون كل شيء صفتنا حمراء. المهم في مثل هذا اليوم قبل العام أو في عام 2022 تسلم السيد السوداني مهام عمله في منصب رئيس الوزراء ودخل برجل اليمين إلى القصر الحكومي بعد أن نالت حكومته ثقة البرلمان. يعني اليوم أكملت الحكومة سنتين من عمرها، لذلك ضروري نقيم الأداء ونتحدث اللي إلها والعليها، لكن راح نعتمد على المنهاج الوزاري اللي الحكومة ألزمت نفسها به. البرنامج الحكومي ابدأ بتحديد الأولويات، وحتى لا يطلع واحد وينطي تفسير مختلف لمفردة الأولويات اللي الكل يعرفها. احنا سوينا نفسنا كل شيء ما نعرف، سألنا الشات جي بي تي وشنو معنى الأولويات. الجواب كان هو التالي: الأولويات تعني ترتيب الأمور أو المهام حسب أهميتها أو تأثيرها، بحيث تنجز الأمور الأكثر أهمية أو التي لها تأثير أكبر أولا. يعني نوفذ أولوياتنا وبعدها نلتفت للأمور الأقل أهمية. زين، شنو كانت أولويات البرنامج الحكومي وشنو تنفذ منها؟ برنامج اتطرق في بدايته إلى خمس أولويات، أولها مكافحة الفساد الإداري والمالي. والسؤال هنا شنو اللي تحقق من هذه النقطة خلال عامين من عمر الحكومة؟ وخلوني أجاوب بسؤال: شنو أكبر ملف فساد على عاتق الحكومة الحالية؟ أعتقد واضح اللي هو ملف سرقة القرن، باعتبار الحكومة تسلمت مهامها بعد هذه الفضيحة ولحد الآن ما قدرت تستعيد غير تفاليس من المبلغ الخيالي لسرقة القرن، وكذلك ما قدرت توفي بوعدها بالإبقاء على المتهم الرئيسي نور زهير داخل العراق بعد منح الكفالة المالية. وكلكم تابعتوا شلون هرب للخارج قبل محاكمته وطلع بلقاء تلفزيوني وجه به الاتهامات للجميع. لكن الشيء الوحيد اللي تحقق اكتشفنا في هذه الحكومة أنه مبالغ سرقة القرن هو مو 3 تريليون وإنما ممكن توصل إلى 10 أو 11 تريليون، وما حد يقبل من المعنيين يطلع ويعلن المبلغ الحقيقي. النقطة الثانية بأولويات البرنامج الحكومي هي معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين. شنو عدد فرص العمل اللي وفرتها الحكومة الحالية؟ قبل أيام لاحظنا تصريح للمتحدث باسم مجلس الخدمة الاتحادي يذكر التالي: تم تعيين أكثر من 66 ألف خريج منذ بدء عمر الحكومة السوداني، لكن للعلم والاطلاع التعيينات في مجلس الخدمة خاصة الشهادات العليا والأوائل وعدد الدرجات الوظيفية 74 ألف درجة تم تخصيصها في قانون الدعم الطارئ، وهذا القانون صوت عليه البرلمان يوم 8/6/2022، يعني في فترة حكومة الكاظمي، بما معناه أنه الحكومة الحالية ومن خلال مجلس الخدمة شغلتها فقط تنفيذ القانون، مو هي اللي اقترحت الدرجات الوظيفية. مع ذلك إلى الآن ما قدرت تعيين الـ 74 ألف درجة بالكامل، لكن وللإنصاف الموازنة الثلاثية ضمنت 150 ألف درجة وظيفية بصفة عقد يتم توزيعها على المحافظات. هنا عندنا ملاحظتين: الأولى أنه المتعاقد راح يستلم 300 ألف دينار فقط شهريا، وخلي نقول ما يخالف قابلين، لكن الملاحظة الثانية: إلى الآن كم محافظة فقط أكملت هذه العقود وإحنا نقترب من انتهاء السنة الثانية بالموازنة الثلاثية؟ تعتقدون محافظات تقدر تعين 150 ألف عقد خلال العام المقبل؟ أما النقطة الثالثة من الأولويات فهي دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين. زين، خلي نشوف شنو تحقق من هذه النقطة. نسبة الفقر في العراق حوالي 22% بحسب وزارة التخطيط، بينما عدد سكان العراق بحسب تقديرات الوزارة 44 مليون. وإذا قلنا هذه النسب والأعداد دقيقة معناها أكو 9 ملايين و680 ألف مواطن عراقي تحت خط الفقر، بينما وزارة العمل تقول العدد الحالي المشمولين بالرعاية الاجتماعية أكثر من 7 ملايين و600 ألف، يعني باقي عندنا تقريبا 2 مليون فقير فقط. وهذا التقدم جيد في حال ذهبت الأموال إلى العوائل المستحقة فعليا، لأن هيئة النزهة أعلنت نهاية الشهر الماضي عن رصد 250 ألف تجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، وذكر تقرير الهيئة أن هناك تأخر بإنجاز المعاملات بسبب الإجراءات الروتينية وتعرض المراجعين لحالات الابتزاز مقابل الوعد بإنجاز معاملات شمولهم بالحماية الاجتماعية. هذا اللي صار اللي نسمعه بتخصيص عدد كبير من المتقدمين للرعاية للأحزاب حتى يوزعوها على جماهيرهم، كذلك إلغاء المنحة لعوائل مستحقة بحجة التجاوز على الشبكة لفتح الباب أمام عوائل أخرى واحتساب الموضوع كإنجاز للحكومة بشمول عدد كبير من الفقراء. النقطة الرابعة من أولويات المنهاج الحكومي تتعلق بإصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص. وأنا أريدكم أنتم تجاوبوني، يا قطاع تمكنت الحكومة من إصلاحها؟ الزراعة اللي تراجعت، لو الصناعة الوطنية الغائبة، لو المصارف الفوضوية، لو القطاع الخاص اللي بعده يعاني من الروتين والابتزاز؟ أما النقطة الخامسة والأخيرة تذكر التالي: العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين. هنا الحمد لله الأمور طيبة، عندنا تبليط وأرصفة وجسور.
وباقي غير يحلون أزمة الكهرباء وأزمة الماء وأزمة المجاري وأزمة السكن وأزمة الروتين بالدوائر الحكومية، ويقللون أسعار البنزين اللي صعدوها، ويسيطرون على المضاربين وسعر الدولار الخيالي وغيرها من الخدمات اللي منتظرين من الحكومة توفرها خلال العامين المتبقية من عمرها. بالمناسبة انتهت الأولويات، لكن ما انتهى البرنامج الحكومي اللي تضمن الكثير من الوعود، مثلا موضوع الأمن والسيادة شنو صار منه؟ تركيا بعدها داخل الأراضي العراقية، الطائرات الصهيونية ما صار لها يومين من اخترقت أجواء العراق، وبالنسبة للتقييم الوزاري اللي تعهدت الحكومة بإعلانه خلال 6 أشهر من عمرها وين صار؟ السيد السوداني رجع يتحدث بالدعديل بداية الشهر الماضي ورهن الموضوع بتعيين رئيس البرلمان، يعني السالفة خلينا نقول نسوها، وغيرها من التفاصيل المعلقة اللي ما نعرف شنو مصيرها.